أدخلوني أول مرة مكان مظلم، هو واسمه مكتب ولكنه هو مكان تأديب، فيه قنينات زجاج مكسرة، فيه عصي متنوعة، فيه يعني المكان مقلق، فيه رائحة كريهة. يعني الناس لماذا كانوا يعذبوننا إلى هذا الحد صاحبي؟ ماذا فعلنا؟ امتهن الصحافة في سن مبكرة، عمل مراسلا للعديد من الصحف المغربية والعربية في كل من العراق ومكة والأردن وفرنسا وبريطانيا، وأسس العديد من المنابر الإعلامية أشهرها جريدة الوطن. يفكر بطريقة مختلفة، يغرد خارج السرب، اشتهر بمواقفه السياسية المعارضة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وتعرض للاعتقال والسجن عدة مرات. الأستاذ عبد النبي الشراط من مواليد 15/5/1960، إقليم تونات، كاتب صحفي، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، درس بمعاهد دينية وعمل خطيبا للجمعة وأسس مسجدا بمسقط رأسه، وما زال قائما وتقام فيه صلاة الجمعة إلى الآن. اشتغل في حقل الدعوة الإسلامية في سن الشباب، انتقد السنة كما انتقد الشيعة، وانتقد كذلك إيران وحزب الله، واعتبرهما سببا قويا لما يعيشه الشيعة اليوم من مآسي، وانتهى به المطاف لنقد كل الثورات الدينية والإسلامية، واعتبر أن الدين المحمدي تم تحريفه على أيدي أحبار المساجد ورهبان المنابر. يحضر معنا الأستاذ عبد النبي الشراط، مرحبا. لماذا قرر أخيرا الأستاذ عبد النبي الشراط أن يكتب مذكراته، ولماذا اختار اسم أوراق من ذاكرة متمردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. أشكرك الأخ الصديق جوف العلام، وأشكر معكم مقر حنا بريس على هذه الاستضافة. قبل أن أحاول كتابة مذكراتي الشخصية، وهي بطبيعة الحال تتحدث بشكل واقع عن الأحداث التي عشتها أو رأيتها أو ساهمت فيها بطرف فيها، أعتمد على الذاكرة فقط. قد تم نشرها وسائل التواصل الاجتماعي وطلع عليها حتى الذين تحدثت عنهم، وأغلبهم ما زالوا أحياء يرزقون، سواء كانوا مسؤولين أو غيرهم. قبل أن أتمم السؤال على الجواب على هذا السؤال، أعيد للوراء قليلا، حيث سبق أن صدر لي كتاب عنوانه عقبة وأشواك، وهي سيرة وجدانية، كانت الطبعة الأولى صدرت سنة 2010، ولكن الكتاب كان أنجز بشكل سريع، فرغم أنه أحيط بالكثير من المتابعات، المتابعة من طرف القراء والكتاب والمثقفين، ولكن لم يكن مفصلا كما هو الآن. ففي سنة 2020 أعدت صياغة الكتاب من جديد. هذا الكتاب تحدثت فيه عن 5 سنوات من حياتي أيام الشباب بين 1980-1985، وتطرقت فيه لتجربتي في العلاقة العاطفية والتدين وعلاقتي بالسياسة أيضا. بخصوص المذكرات الشخصية هذه، فقد ابتدأتها ابتداء من شهر ديسمبر 1983، يعني بالمذكرات، يعني لم أبدأ مذكراتي من الأول كما يفعل الكثيرون، ولكنني بدأت من نهاية شهر ديسمبر 1983. لماذا؟ في هذه الظرفية كان المغرب يمر بظروف صعبة جدا، كانت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحرية الأفراد والجماعات إلى آخره، حيث كان يصعب عليك أن تكتب مقالا تعبر فيه عن رأيك بصدق. كان على كل صحفي أو كاتب أن يمارس الرقابة الذاتية، على نفسه قبل أن يحرر أي موضوع يريد أن ينشره بين الناس. وكنت لتوي خرجت من أحضان الجماعات الإسلامية التي عشت معها حوالي عشر سنوات، وهي الفترة التي تفضلت وتطرقت لبعض عناوينها في مقدمتكم. في سنة 1983 تعرضتم للاعتقال كإسلامي، وكنت رفقة مجموعة من اليساريين أو السياسيين أو غيرهم، ما هي التهمة؟ وتحدث لنا عن هذه التجربة. ولحد الآن أنا ما زلت أسأل
نفسي وأوجه السؤال للمسؤولين، ما هي التهمة التي اعتقلوني بها خلال شهر ديسمبر من سنة 1983؟ لحد الآن أحضر الشرطة الذي أنجز حينئذ ولا حتى نسخ الحكم الابتدائي والاستئنافي غيبت نهائيا، يعني لا وجود لها في المحاكم. وفي تلك الفترة حتى بعد خروجي من السجن حاول المحامي الأستاذ البحميدي صلى الله بعمره أنه لم يعثر لا وجود لأي نسخ حكم تتعلق بعبد النبي الشرات. أدخلوني أول مرة مكان مظلم، هو اسمه مكتب ولكنه هو مكان تأديب، فيه قنينات زجاج مكسرة، فيه عصي متنوعة، فيه المكان مقلق في رائحة كريهة، في حبال، في كثير، يعني أنت تدخل لهذا المكان تتصور أنك جيت المكان مش نقاء، مش مكان البحث. وجدت هناك شخصا بلغ من الكبرياء حوالي ساعة، علما أن مكتبه كان فارغا لا من الأوراق ولا من الأقلام، ومع ذلك كان يدندن مع مكتبه حوالي ساعة، وهذا نوع من التعذيب النفسي. أنت تنتظر مصيرك، يعني ماذا يسألك، ماذا سيقولك، أي تهمة ستوجه إليك، خاصة وحينما تكون لم ترتكب جرما ولم تقترف ذنبا. بقيت هناك لمدة ساعة تقريبا، حدثني سألني أسئلة، أنت لعل التهمة التي وجهت إلي كان مساهمة في تحرير، مش توزيع، تحرير مناشر تسيء إلى النظام، تهديد ومراغمة إلى آخره. بعد ذلك أمر الحراس باصطحابي إلى الزنزانة، فبقيت هناك الفترة اللي قبل نهاية سنة 1983، وكان فيها 3 أيام. بدأت أحداث يناير أو انتفاضة يناير 1984، فنسوني هناك. حتى قضينا 33 يوم، يعني شهر وثلاثة بدون أيام. لا ما فيش، فمرحب. ما مش أنا بوحدي، هما كل مرة كانوا يجيبوا أطور جدد، يساريين، إسلاميين، من جميع المهن، محامين، أطباء، صيادلة، صاحب، يعني كل مرة يجيبوا وفد جديد. استوقفتني واحد العبارة جات في الكتاب ديالكم، قلت أنكم تصورتم حينها، هكذا جاءت في العبارة، أنكم تصورتم حينها أن أجهزة الأمن عمدت إلى تجميع الفرقاء الأعداء، سميتهم الأعداء، الفرقاء الأعداء في السجن كي تحصل بينهم صراعات، ومن ثم يسهل تلفيق تهم جديدة، لكن الإخوان، وهنا تعني الإسلاميين، والرفاق، يعني اليساريين، ذوبوا خلافاتهم على الإيديولوجيا وتعايشوا في هذا المكان بشكل حضاري جدا. ما الذي جعلكم تعتقدون ذلك؟ هو مش اعتقد، أولا مش في السجن، هذا السؤال هذا جيد، هو تكملة للحديث الذي بدأته ووصلنا للزنزانة اللي قضينا فيها 33 يوم كما قلت لك، رفقة أطر من مختلف التخصصات في البلد، وهما كانوا يساريين وإسلاميين، وخاصة من جماعة العدل والإحسان اللي كانت حينئذ تسمى أسرة الجماعة، يعني العدل والإحسان، والكثير من المغاربة اللي يعرفون هذا الاسم. لا حتى 1986 أعتقد عاد اشتغلوا بهذا الاسم، ولكن الاسم الحقيقي ديال جماعة الشيخ حسين هي أسرة الجماعة، جماعة أسرة الجماعة، بينما بن كيران كان عنده الجماعة الإسلامية، يعني كلهم اجتمعهم وكلهم الظروف اللي مروا بها. فيما يخص سؤالك حتى لا أتوه بك في متاهات أخرى، هادو اللي جمعونا في المفوضية تاع الشرطة هما إسلاميين ويساريين. أنا يعني أي واحد يفهم لماذا تعمدت أجهزة الأمن جمع الفرقاء الأعداء، يعني حتى لا أقول الإخوة الأعداء، خاصة أنه في السبعينيات والثمانينيات كانت عداوة كارثية بين الإسلاميين واليساريين. الآن
حصلت تفاهمات ونقاشات، الإسلاميين تطوروا في أفكارهم واليساريين تطوروا في أفكارهم، لا أقصد الكل، ما زال الكثير من الإسلاميين متحجرين، وما زال الكثير البعض من اليساريين متحجرين أيضا، ولكن الأغلبية في العموم يعني حصلت في البلد نقاشات وتفاهمات. ولكن حينئذ في تلك الفترة كان الظرف صعبا جدا، كان يصعب جدا أن يلتقي، يعني أن تجمع بين يساري وإسلامي، يعني تقول شيوعي وملحد واحد مؤمن في مكان واحد وتسد عليهم وتغلق عليهم الباب. هذا صعب، هذا صعب. لكن الإخوان كلهم لا اليساريين ولا الإسلاميين يعني انتبهوا للمقلب. إذا كانت هناك نية مبيتة. طبعاً ماشي أنا توقعت ولا قلت، هي نية مبيتة، لأنه ما يمكنش، والزنازين كثار، الزنازين كثار، وأنت تجمع 33 شخصية من مختلف المشارب، وقضى هناك 33 يوم، إحنا كنا بالحساب 33 شخصية و33 يوم اللي قضيناها في الـ في الـ في المرحاض، يعني في مرحاض قدير، ماشي زنزانة، يعني لا يمكن لذاك المكان أن تطلق عليه اسم زنزانة، لأن كلمة زنزانة أنقى وأنظف وأشرف من ذلك المكان اللي كنا فيه. حتى أنه حينما كان أحدنا يريد أن يقضي حاجته، جوج الإخوان، واحد من الجانب اليمين واحد من الجانب اليساري، يأخذوا جلباب ولا بطانية ويدرقوه حتى يقضي حاجته البيولوجية في حتى البطانية كريهة كما جاء. كل شيء كريه ويغطيوه حتى يقضي حاجته وعاوتاني ينوض. يعني تصور، يعني الناس لماذا كانوا يعذبوننا إلى هذا الحد صاحبي؟ ماذا فعلنا؟ كان إرهاب. التعايش بين اليساريين والإسلاميين. التعايش الإخوان في الحقيقة تفهموا فيما بينهم، والدرجة ما زلت أسجل اليسارين أنه حينما كان أحدنا يريد أن يقرأ القرآن يصمتون، حينما كنا نصلي في الوقت الصلاة يصمتون ويتنحون جانبا. كانوا، أنا أول مرة تعرفت على اليساريين بشكل مباشر من هنا، من هذه الزنزانة هذه، ووصولا للسجل العلو اللي قضيت معهم فيها سنة، وعرفت الحقيقة ديال اليساريين وما يشاع عنهم وما يطلقوا عنهم من اتهامات. التعايش اللي كان اللي حصل في الزنزانة هذه يعني كان تعايش حضاري بمعنى الكلمة، لدرجة أنه مرة شخص قدم نفسه أنه عالم بيولوجي أمريكي كان يجوب الشارع، فالتقى برجل أمن طلب منه مقر سكن الملك الحسن الثاني، فاصطحبه الشرطي إلى المفوضية وقال له طيب هنا الحسن الثاني، استقبل من طرف ملوك ورؤساء في دول العالم إما بطلب منه أو بطلب منهم، حتى على ما قال هو في ذلك الفترة أنه حتى الملكة الأردن حسين الله يرحمه استقبله، رؤساء إفريقيا إلى آخر أوروبا. هو يمكن كان يتحدث بحسنية وكان يعتقد أن المغرب كسائر الديمقراطية الغربية، يعني الرئيس شخص عادي، ولكن هنا كان العكس بعد الملك حسن الثاني الله يرحمه. فهو جاء ذهل حينما شاف هذا التعايش بين الإسلاميين واليساريين، وقال نحن في الغرب نقول أن الإسلاميين يكفرون الشيوعيين والشيوعيين يتهمون الإسلاميين بالإرهاب، وأنا هو كان يتكلم بالإنجليزية، طبعا الإخوة الذين يتقن الإنجليزية كانوا يترجمون لنا ما يقولون. المهم هو الشخص هذا ذهل بالتعايش اللي كان بين اليساريين والإسلاميين، وهو كان أؤكد أنه كانت مسألة مقصودة ومخطط لها، ماشي بالصدفة. بس تكلم على هذه النقطة بالضبط، استوقفتني على هذا العالم الأمريكي البيولوجي، يعني قلت بأن يعني اعتقد بالخطأ. السؤال هو كيف حصل ذلك وكيف استفدتم من وجوده، يعني من ناحية التعريف بالقضية ديالكم؟ لا هو لم يستفد منه، هو استفد منه، غير هو كان شخص، هو كان شخص ظريف، هو مر من شان نزال بالطائرة ولا جاب وصل المغرب وصل الرباط، بده يسأل على الحسن الثاني ويشوفه
هو عالم، عفوا جيولوجي مش بيولوجي، جيولوجي الارض، بغى يشوف الملك الحسن الثاني، فبطبيعه الحال يصعب انه واحد يجي من اي مكان يشوف الحسن الثاني. طيب يعني كان حتى مجرد سؤال على الملك يعتقل في ذيك الفتره، سواء كان اجنبيا او مغربيا. لا لا، المغاربه ما يقدوش يديروا هذا القصه هذه، ولكن هذا هو هذاك فهمتهم، هذا فهمتهم هو هذاك عقله، هو هذاك كما جاء في الكتاب انه بقى كي يعني كيسب يشتم الحسن الثاني ويقطع ملابس، مزق ملابسه، واخر مره مزق سرواله وظل تقريبا عريان، ودخلت السفاره ديال امريكا وبحثوا عنه، لقاو فعلا انه شخص هذا، فاطلق سراحه بعد اسبوع ولا اقل، ولكنه كاد يجن، وما صبره على الوضع المقرف في هذيك الزنزانه الا الجو الروحي اللي كان في الزنزانه، رغم ان ما فيهاش، ماشي جميع الناس اللي هناك يؤدون الصلوات وداك الشيء، ولكن الزنزانه كانت في واحد الجو روحي جميل جميل جدا، لدرجه انه حتى الاكلات حينما كانت تاتي من بعض العائلات ديال السجناء اللي من الرباط تحديدا، يعني كانت تقتسم بالتساوي على جميع من في الزنزانه، وحينما جاء هو اول مره اخذ حصته من الغذاء، وشاف ولاحظ كيف واحد يستلم قفه في مكانه بعد التفتيش طبعا، وينزلها في مكان اللي فيه الجنه ديال الشخصين ولا هذا اللي كيوزعها بالتساوي، هو دهيل دهيل لهذا، كيف يسمع ان العرب متخلفين وغير متحضرين وحيوانات وما نعرفش يطلقوا علينا في الغرب، وشاف هذا النظام، هذا النظام اولا العلاقات الفكريه والتسامح العقائدي والفكري، وكذلك يعني الروح الانسانيه، يعني المعامله الانسانيه، واحد جه اكله يعني يقتسمها مع امه كامله، رغم حتى ان يكون ديك شيء قليل. هو بعد ثلاثه ايام بعثوا له من السفاره الامريكيه علب بلاستيكيه فيها اكلات، هو بمجرد استلمها من عند الشرطي من الباب ده المكان فينا، يعني قلم هذه هديه من عند ريغن كان ديك حين ريغن قلم هذه، ما زلت اتذكر انه تلفظ باسم قلم هذه، يعطيها للجنه المكلفه، لا حطها ولم يبحث شنو فيها ما كانوا مثلا الامور الشخصيه اللي خاصه يعطيوها الملا، ولكن هو كيف اندمج حطها في المكان ديالها، يعني مرت في هذا 33 يوم قصص واحداث مثيره.